لسه كريم، لسه حواز اخت الفيوتشر 59% مقابل حتى الان 41% للبنك الاهلي. رفعت ورا لجوناثان، احمد رفعت مع كل رفعت بعرضيه قويه، الباصه تترد من الاقدام، اسحاق يعقوب دربكه دفاعيه، تصل خطيره، التصويب والهدف، جول! الله 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 الله، الماهر ناصر ماهر يخطفها خطفه حلوه ويحطها حطه حلوه على طول من اللمسه الواحده، روعه على شمال الحارس محمود الزفولي، ناصر ماهر يسجل اعزائي المشاهدين الهدف 20 من الزمن الشوط الاول. هذه الباصه الغير جيده على طول من اسحاق يعقوب، والسنده حلوه والتصويبة حلوة 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 بقدم النجم ناصر ماهر عشان يسجل النهاردة أول أهدافه في الدوري المصري في الموسم الحالي. ناصر ماهر مهارة وقدرات وفنيات كبيرة، قلت لكم.